وسط العاصمة بغداد وبأسواق شعبية بسيطة يباع السلاح بكل سهولة وبمختلف الأنواع. اضطرينا أن نصور بهذه الطريقة لصعوبة وخطورة الوضع. أغلب السلاح الموجود هو سلاح حكومي مهرب من المقرات العسكرية خلال فترات الحروب والأحداث اللي مرت بالبلد، وبعضه سلاح مدني غير مسجل بالمؤسسات الحكومية، يباع من قبل تجار وباع متجولين وحتى أطفال يتواجدون بهذه الأسواق كعمال. الآن سلاح موجود حتى بالشارع، حتى عند الأطفال موجود، يعني أطفال يبيعون السلاح ويشترون السلاح. المتاجرة والانتشار بهذه الطريقة وبمختلف أنواع السلاح بالتأكيد يشكل خطورة عالية وإلى تداعياته على المجتمع بصورة عامة. بين الخمسة أصلية مدنية شرط. تروح تطلع بها إجازة وإذا صادرة تخسر لك فلوس. على حمودي. شوف الشباب. يا سالك يروح. بلادي أصلية مدنية. تعال حات. أصلية طلقة. بينا ما شاء الله لا بينا. لا خادم. هاي بلادية مو؟ جنطتها. هاي بيش معروضة بجاسم؟ والله ب 23. 23 رقم؟ اي سالك يا ربي. بلاستيك على ايش قد؟ البندقية؟ اي هذا اصلي داير 10 وهذا عادي. هذا داير 10؟ داير 10. هذا بيش الفارق؟ 30. شوف 20 يبيع. 20 شوف 20 هو طلقة. لا ما اكذب عليك. عادي ذا. هذا 10 ايش قد صار؟ هذا ماله ما